جاي هون عشان أتضامن مع الشعب الفلسطيني بمعاناته داخل الحصار، وجايين كمان عشان نتضامن مع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني. جيت عشان حابة أشوف كيف الناس مش بس من عرب، ناس من بلاد كثيرة عم بيحسوا معنا وعم بيدعمونا بقضية فلسطين. هذول جايين من برا، من تركيا ومن بريطانيا، جايين هم اللي جابوا تعال. We are voicing the Jewish opposition to Zionism, the traditional voice of the Jewish religion, which is against Zionism and the state of Israel. This crucial needed aid that really needs the right people, the right situation to bring it in and to break the siege at least for this short time and to bring it whatever we can. I think my purpose of being on this convoy really is to help to break the siege and to give the Palestinian people in Gaza hope that one day, inshallah, that they will have their freedom to move around and to be free to come and go as they wish. يمكن مش هتحرر فلسطين اول عن اخر، رح تحاول على القليل ترفع له معنوياته وتحكي له نحن في عنا ناس صامدين معكم وناس متضامنين معكم. هي يعني القافلة أول شيء إحنا بندعي إنها توصل، إذا قدروا يوصلوها هون العرب أو يعني أي جهة تانية ممكن توصلها، بس ما أعتقد إنها توصل أنا نظراً لأنه مصر أعتقد إنه مانع الموضوع كلياته. I have no intentions going back to England until we get back into Gaza. تبرعوا لأهل غزة، لأخواننا في غزة. لأن الحكومات العربية ما تدخل العرب حق فلسطين. فأنا حد الحين مو متأكد إني راح أقدر أدش ولا لا. أما الأجانب دولة ديمقراطية، دولة مو دولة شرطة. حتى في الحكومة الأردنية من توقيع اتفاقية وادي عبابة لغاية الآن في مجمل من القوانين العوفية أو أقرب للقوانين العوفية كاد عم تقمع الشارع الأردني أو الشارع العربي بشكل عام حتى يتضامن أو يعبر عن تضامنه مع المجتمع الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني. في عندهم حريات التعبير أكثر، فهذا بعطيهم انه يفرجي انه عندهم نشاط اعلى من نشاطنا. تركيا بدايتين تعبى، عندنا هلا ان شاء الله حيعبوا اخواننا في الاردن. في ناس يعني كانوا انشط واحمس للقضيه اكثر من اهل القضيه نفسها، لانه ايمانهم بالعداله الانسانيه والوعي عندهم بالاشياء. احنا ما عندنا وعي، يعني حتى شعبنا الفلسطيني كثير منا ما عنده وعي للعالم ومشاكل العالم. ما بحسها انه بس هي قضيه فلسطينيه او قضيه عربيه او حتى اسلاميه، صارت قضيه يعني انسانيه. قضيه فلسطينيه قضيه اسلاميه وقضيه انسانيه، والله وطنيه وانسانيه ودينيه. No, this is not a religious conflict, this is a confusion. This religious issue is a confusion that the Zionists would try to bring up in order to confuse people. هذه قضية إنسانية لأني أنا بشر، وقضية دينية لأني أنا إنسان مسلم، وقضية وطنية لأني أنا إنسان فلسطيني، وقضية أيضا فيها يعني انتماء للأمة لأني أنا إنسان أيضا عربي. قضية إنسانية، قضية دينية، قضية فكرية، قضية حق الشعب. إنسانية وسياسية في نفس الوقت. دين، إنسانية، أرض، هي بالآخر أرض، هي ثقافتك، هي تاريخك. قضية دينية، بس أنه يرجع للدين حتى يعود للقضية تبعته وينجح فيها إن شاء الله. This is nothing to do about religion. This is nothing to do with a conflict between Israelis and Muslims. This is a conflict of human rights being trodden down on the Palestinian people. And I'm that passionate that I will do everything I can in my lifetime for the Palestinian people.